ماذا يحدث في بيت وفاق سطيف؟ هو سؤال يتبادر لذهن كل محب وعاشق للنسر الصيفي. هذا النسر الذي حلق ذات يوم فوق سماء إفريقيا بذهبه الناصع، ها هو اليوم يهوي إلى مستنقع الصراعات والفضائح. صراعات ستقسم كل الإنجازات وتبعث بالفريق عاجلاً أم أجلاً إلى غيابات الجب إن لم يتحرك الغيورين على النادي لإخماد حمم بركاني الغضب. أزمة الوفاق انطلقت مباشرة بعد تصريحات المدرب التونسي نبيل الكوكي بأن خسارة الفريق كانت لأسباب خارجية، تصريح لم يكن سوى القشة التي قسمت ظهر البعير ليخرج بعدها فاتح الفاية، ويؤكد أن تعثر الرجاء البيضاوي كان بمؤامرة أحاكها أبناء الفريق ليرد عليه المدلل جحنيط عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هنا كان من الواجب التهدئة وضبط النفس، لكن العكس هو الذي حدث، بداية بتسريب لوثائق وصكوك بنكية تقاضاها اللاعب جحنيط، لتليها تصريحات وتهديدات خطيرة من المدير الرياضي للفريق. إلا هذا الربعة اللي رانا نهضروا عليهم داروا حس وقل لك ما تساعدناش النادي هذا من اليوم وروح القدام، إلا كتبنا ربي الأعمار وقعدنا في هذا النادي والله ما نزيدو نخبيو على الحاجة على المناصر، أي حاجة ترى نقولها باش تتربيو كيما نتوما حنا طحتوا علينا كيما حنا نطيحوا عليكم. بعد كل هذا لا يوجد مجال للشك أن فتيل الأزمة قد اشتعل، وطبول الحرب بين الإدارة وركائز النادي قد دقت ولن تصمت إلا بتدخل كل عاشق للفريق لتجنب الكارثة، لأن وقوعها لن يدفع ثمنه سوى المناصر البسيط.